بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نشارك في هذا القداس المبارك مرور 40 يوما لرحيل نجاتي فكري. نطلب من الله ان يعطيه نياحا وراحه في احضان القديسين، وايضا ان يعطي الاسره المباركه تعزيه سماويه، كما أيضا نشارك الذكرى السنوية لكل من المرحوم منير عجايبي وزكريا منير ونصح حنا ويسطس إسحاق وسميعة نان ونوال منير وحكيمة درياس ومنى طاهر. نطلب من الله نياحة وراحة لكل أرواحهم المباركة، وأيضا عزاء سماويا لكل الأسرة الكريمة. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم هو الأحد الثالث من أحد الصوم المقدس، ويدعى هذا الأحد أو عنوان هذا الأحد المبارك هو أحد الابن الشاطر أو الابن الضال، مش كده؟ هو مشهور بأنه هو ابن ضال. دايما الصفة اللي بتكون فيها الضعف هي الصفة اللي بتكون مشهورة، زي اللص اليمين. مفيش حد بيقول ديماس على الرغم انه هو اتوعد بان يدخل الملكوت، زي اغسطين الفاجر واحنا عارفين انه هو صار قديسا واحد اركان واعمدة الكنيسة واباء الكنيسة. ايضا هذا الابن كان ضالا، كان ضالا فوجد، كان ضالا وصار شاطر، رجع إلى أحضان أبوه. أنا عاوز أتأمل معاكم في بعض كلمات هذا الإنجيل المقدس اللي هو من إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح 15، وبتكلم عن 3 حاجات مهمة. بتكلم عن الخروف الضال والابن الضال والدرهم المفقود، مش كده؟ هذا الإصحاح. فأنا عاوز بنعمة ربنا أتأمل معاكم في تجهيز اللقاء. الكنيسة رتبت في هذا الصوم أنه تعرفنا 4 أنواع من اللقاءات الجميلة بمختلف أطياف البشر. يعني كل واحد مننا يشوف نفسه هو يات نوع. في نوعية زي الابن الشاطر، وفي نوعية زي السامرية، وفي نوعية زي المفلوج، وفي نوعية زي المولود أعمى. البشر متقسمين 4 أنواع، كل البشر. فالكنيسة بتعلمنا كيف نستفيد من اللقاء مع يسوع في أي نوع من الأنواع 4. كل واحد يشوف نفسه فين. النهاردة هنتكلم عن اللقاء بين الابن الصغير وأبوه. هذا الابن الذي كان في حضن أبيه، هذا الابن الذي تربى داخل قصر الملك، هذا الابن الذي تنعم بكل خيرات أبوه. خلوا بالكم لكلمة إيه؟ ابن. ابن دي كلمة مش سهلة. جاء في لحظة من اللحظات فكر إن هو ينفصل عن أبوه، وده بيحصل كتير معانا احنا كأولاد الكنيسة، أولاد المسيح. بنيجي في لحظة العالم يغرينا، بنيجي في لحظة نقول احنا عايزين نعيش، عايزين نشوف لنا يومين حلوين، عايزين نجب من على وش الأرض، عايزين ندوق طعم الحياة. عمل ايه هذا الابن؟ اخذ الميراث بتاعه، عمل حاجات من غير ما يفكر انه هو ممكن يجرح مشاعر ابوه. اعطني نصيبي. الميراث بتوزع والانسان حي ولا لما ينتقل؟ يعني انت هنا اعتبرت ان ابوك ايه؟ مات. ده حتى لم يستحي، لكن ابوه من طيبة قلبه وحبه اعطاه نصيبه، ويقول وذهب الى كورة ايه؟ بعيدة. وهناك ابتدى يستمتع بالحياة بس بطريقة غلط،
وأنفق كل ما يملك، وحدثت مجاعة وابتدأ إيه؟ يحتاج. حطوا لي خط تحت كلمة إيه؟ ابتدأ يحتاج. لما ابتدأ يحتاج يعمل إيه؟ مش أخبط على الناس اللي كان بيلعب معاهم، لجأ للدنيا برضو، لجأ أن يكمل عوزه واحتياجه من العالم. ابتدى يدور على مين يقوته، مين يقوي من الـ من الـ من العراء، ومين يشغل، ومين يأكل، ومين يصرف عليه. والكل أغلق الباب، اشتهى أن يأكل من أكل الخنزير اللي هو في العرف اليهودي إن هو نجس، ولم يجد، لم يعطيه أحد. ده لما واحد اتحنن عليه رسل الحظيرة ايه؟ خنازير، ده مكانك. يقول الكتاب ورجع الى ايه؟ خلوا بالكم، احنا عندنا مهم جدا محاسبة النفس والرجوع الى النفس. مرات كتير احنا بيكون عندنا كبرياء وعزة نفس، مش عايزين نواجه انفسنا ونقول احنا غلطانين، مش عاوز تكسر حتى بينك ما بين نفسك انك تقول انا اخطأت، عمال تقدم تبريرات عن خطأك، عمال تقدم تخدير لضميرك، عاوز تسمع صوت انك انت صح، وعاوز تسمع صوت حتى لو انت غلط فانت معذور. اوعى تمشي ورا الصوت ده. الابن الشاطر اللي خلاه يبقى شاطر ويتحول من ميت الى حي انه رجع الى نفسه. رجع الى نفسه وقال: كم من اجير عند ابي يفيض عنه الخبز وانا اتضور جوعا. طب انا اللي كنت في مكان الملك كنت اكل واشرب وما فيش هم وما فيش تعب، دلوقتي أتدور جوعا والأجراء يفيض عنهم الخبز. يعني اشتاق إلى النعمة، تذكر النعمة اللي كان فيها. الإنسان في بيت الله وفي العلاقة مع الله فهو في نعمة روحية لا مثيل لها. سيبكم من الاحتياج المادي حاليا، احنا مش بنقول مش ضروري، هو مهم، بس النعمة هي اللي بتغطي الاحتياج الجسدي. الابن الشاطر ابتدى يفكر مع نفسه هقابل ابويا ازاي، ودي النقطه اللي عايز اتكلم فيها، اللقاء. اتخيل معايا، حط نفسك مكانه، عمل كل المصايب وجرح ابوه وبيفكر يرجع له، التفكير بتاعه هيكون ايه؟ بسهوله، لو هو جام بسهولة كده من غير ما يتردد ومن غير ما يتحارب جوا نفسه، من غير ما يحس ان هو ابوه هيرفضه، يبقى انسان نوع طبيعي، انسان ما عندوش اي نوع من الاستحى او الخجل، صح ولا غلط؟ لانه ده عينه مكشوفة. يجي في لحظة يقول له اديني حقي، لما يجع ويرجع يقول له انا ابنك رجعني، من ده انت ابويا تصرف عليا ولا على كيفك، انت اب. لكن لا، هو ما عملش كده، ابتدى يفكر ويشعر بالخزي، يشعر بان هو اهان ابوه، وقام قال كلمات مهمه لازم نعرفها. شوف هو ده كله بيجهز في ايه؟ في اللقاء مع ابوه. يقول: اخطات يا ابتاه في السماء. قال: اذهب لابي واقول له، اقر، اعترف اني اخطات الى السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد إيه؟ شوفوا هنا القرار كان في تنازل عن مكانة وبنوة إلى مرحلة أنه يبقى إيه؟ أجير، يبقى أجير. وقام قال: أنا أقوم أمشي بالقرار ده، وأنا كل أمل إنه أبويا مش هيرفضني. لكن تفتكروا الشيطان ممكن يكون سابه؟
تفتكروا الشيطان مش هيكون شككوا في أبوه؟ تفتكر الحرب اللي بتحصل لنا لما الإنسان يكون خاطي وتجيله صحوة روحية وافتقاد من السماء عشان يرجع؟ الشيطان مش بيقول له أبوك مش هيقبلك؟ هو أنت خربت الدنيا جاي ترجع فاكر إنه ربنا ده هيسامحك؟ ده أنت خطاياك كبيرة، مين يقدر يغفر لك اللي عملته في كذا وفي كذا؟ ويبتدي الشيطان يهزمك بإيه؟ بإنه يكبر الموضوع ويحط في بالك إنه أبوك مش هيقبلك. تفتكر الابن الشاطر لم يحارب؟ لا، حورب بهذه الأفكار، لكن كان عنده عزيمة أن يذهب إلى أبوه. أذهب إلى أبي. أنا بتخيل إن هو كان ماشي بس برضو كان في نوع من التردد، يمشي خطوة ويرجع اتنين، بس هو بيمشي في دافع التوبة بيدفعه لحضن أبوه، وأكيد اتذكر حنية أبوه ومحبة أبوه وقلب أبوه وقبول أبوه، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. يقول الكتاب شوفوا أبوه كان برضو مجهز اللقاء. الأب ما كانش نايم، ما كانش في الشغل، ما كانش مهموم بحاجة تاني، مش حاجة وخلص منها ورماها، لا، كان بيدور عليه وكان منتظره. ولما رآه من بعيد، يعني واقف بينتظر ابنه، واثق انه ابنه هيرجع. ولما رآه، الأب جهز اللقاء بفعل، ركض إليه. لو كان أب قاسي كان ينتظر بكل كبرياء، حتى لو حيسامحه يقول أقدمه شوي، ينتظر كده وأول ما يجي يقوم يديله ظهره يعمل فيها زعلان، لكن لا. شوفوا عمق الحب، احنا البشر نعمل كده ونقصوا على بعض لأنه محبتنا مشروطة لبعض، بحبك بشرط، لكن المسيح بيحبك وانت جاي بريحة الخنازير وبطين الخنازير وبوسخ الخنازير، بحبك زي ما انت، بحبك وانت في الخطية، بس عاوزك ترجع. ركض إليه وجاب عمل ايه؟ اتشعبط في العنق بتاعه، يعني خده بالأحضان، وأخذ يقبله. ابني هذا كان ميتا فعاش. تعالوا شوفوا اللقاء، الابن محضر الإقرار بتاعه والاعتراف، والأب بيسمع ومحضر برضه حتة هيوقف عندها. الابن أول ما جاب لأبوه قال له أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك إيه؟ وقف لحدتين. هو وقف؟ لا، مش هو اللي وقف، أبوه اللي وقف وقطع الكلام. الابن جاي بتكملة، اجعلني كأحد، بس الأب سكته، اوعى يا ابني. الابن عمره ما يبقى أجير، الابن له الميراث. الابن يضيع لما ما يرجعش لأبوه، لكن لما يرجع لأبوه يرجع إلى رتبته الأولى. تعالوا يا خدام البسوه الحلة الأولى اللي خلعها، مش هتتعاد المعمودية، ايه ما تتعادش، هو حلته هي. خاتم في ايده، يعني ايه خاتم؟ سلطان. حذاء في رجله، الحذاء ليه؟ هو جاي حافي مش كده؟ معناته هو جاي كان ملتصق بالأرض. الحذاء بيفصلك عن العالم، عشان كده شوفوا الكنيسة بتاعتنا جميلة ليت درجة. تيجي داخل الكنيسة انت برا لابس الحذاء عشان تتذكر انك انت مفصول ومنفصل عن العالم. الحذاء اللي اشكال والوان ومضات وموديلات، ده مش عشان تتزوج بيه، مش بس عشان يحميك من انك تتجرح من الشوك ولا الحجر، عشان طول ما انت لابس الحذاء تفتكر انك انت يا مسيحي منفصل عن الالتصاق بالترابيات. لما تيجي داخل الكنيسة وتتقدم للتناول اخلع حذائك، مش لانك ستنجس المكان المقدس، لا، لكي تلتصق بالقداسة
لانه مفيش حاجه تفصلك عن القداسه، لانك انت هتاخد المسيح جواك. ايه اللي يفصلك عن القداسه؟ اخلع حذائك عشان تلتصق بالقداسه. عشان كده لما بندخل الهيكل بندخل خالعين الحذاء. عشان كده قال لهم لبسوه الحذاء، افصلوه، خلوه يعرف انه يتفصل عن العالم، يكون في حاجز بينه وما بين العالميات. واذبحوا له العجل ذبيحة الصليب، التناول. يبقى اللقاء تم من الناحيتين، الابن جهز لقاء بحسب ضعفه، وكان متردد وخايف بس اصر انه يمشي لابوه، وكان حط اقرار بحسب تفكير وتعامل البشر انه يبقى اجير. وابوه من هناك اللقاء بتاعه كان مختلف، وهو الابن نفسه قد ينبهر بلقاء ابوه، خده في حضنه وقال له ما تنفعش تبقى اجير. كل ما تنزل نفسك في التوبة وتنزل الى تحت، المسيح يمد ايده ويرفعك بالمجد والكرامة الى فوق. طول ما انت جاي بتوبة مشروطة بتتشرط، يبقى خليك في ايه؟ خليك مع الخنازير اللي انت قاعد معاهم. دور على الاكل مع الخنازير. كل من اتضع يرفعه ايه؟ يرفعه المسيح، واللي يرتفع ينزل. مش كده؟ كتاب يعلمنا كده. الله يعطينا نعمة. لإلهنا كل المجد الدائم أبديا أمين. النهاردة معلش ايه ده؟